على حد علمنا العلم المصري كان هو مسجل بصورة غير رسمية، يعني مو وفق الشروط اللي طلبتها موسوعة جينيس. احنا وفرنا كل الشروط بعد أن صدرت الموافقة المبدئية، واشترطوا علينا عدة اشتراطات، منها يعني صفات الشهود اللي يكونون، طريقة التصوير، يعني التصوير يكون من عدة طرق، من تصوير أرضي، تصوير جوي، تصوير محمول معانا بالطائرة. كل هذا وفرناه، والعلم صنعناه يعني صناعة محلية من قماش عراقي، وبالتالي سيسجل هذا الرقم كمنجز عراقي ضمن الأسرة الجوية العراقية، كرسالة اطمئنان لكل العالم، نرسل صورة جميلة عن أجواء بغدادنا الحبيبة. كابتن حسين الشحاني هو كان الطيار، وأني دوري في الطائرة فتح العلم وفصل العلم والتحكم بالعلم مع اتجاه الرياح والطيران. فإحنا دورنا متكامل، أنا كطيار وكالشخص الثاني اللي يمسك العلم. خلال السنة ونص اللي فاتت إحنا مرينا بهواي محاولات وهواي صعوبات، من عدها مثلا وزن العلم تقريبا 30 كيلو، وتتخيل إنه إحنا نرمي 30 كيلو بهاي السرعة وبهذا الوقت ولازم ألزمه بإيدي. حاولنا عدة محاولات، ولكن الحمد لله إحنا هاي المحاولة الأخيرة كانت ناجحة، والحمد لله سجل بسجل جينيس.